رفضت اللجنة القضائية التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد خليفة انتظار يوم آخر قبل تسليم مقر النادي. وقرر خليفة تسليم القلعة البيضاء إلى شريف حسين مدير عام النادي أمس السبت. وتولى خليفة رئاسة الزمالك لمدة أسبوع إلى جانب يومي الانتخابات طبقا للائحة التي تقضي بتسليم مقر النادي إلى هيئة قضائية قبل الانتخابات بهذه الفترة. كانت الانتخابات قد أسفرت عن استمرار مرتضى منصور على كرسي رئاسة النادي.